السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم مبروك أخوتي وحبابي، ونتمنى لكم تكونوا بخير وعلى ألف خير إن شاء الله يا رب. اليوم واحد الموضوع اللي هو الكثير من الإخوة دائما يعني كيسولوني وكيسقسيوني إمتى غادي يخرج امتحان ديال الشرطة ديال البوليس. اليوم جيت نبشركم بالخير باللي أن امتحان ديال التوظيف أو ديال المباراة ديال الشرطة راه تم الاعلان ديالو في المواقع يعني والبوابات الالكترونيه ديال التوظيف. الله يسهل على الجميع، ونتمنى ان الكل ان شاء الله يا ربي انه يتحقق المراد ديالو، واللي كيحلم بشي وظيفه انه يدخل ليها يا رب. اليوم يعني جيت انني نشارك معكم خاصه يعني هذا الاعلان هذا وهذا الخبر هذا، بالاضافه الى يعني شحال طالبين وشنو هو يعني الملف ديال الترشح ديالك وشروط التسجيل. لنبدا على بركه الله. كما كتعرفوا يعني المديريه العامه انها عنت على واحد المباراه ديال التوظيف يعني برسم سنه 2021. المديريه العامه يعني تقريبا راه دارت واحد 8000 منصب يعني من مختلف الجهات والمدن المغربية، تقريبا يعني مباريات أو لا الشروط ديال التسجيل إن شاء الله ابتداء من يوم 24 أكتوبر يعني 2021 بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة وبمراكز يعني مدارس ديال التكوين التابعة لها. المباراة ديال التوظيف يعني كيف قلت لكم الحمد لله يعني واحد 8000 منصب ديال 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 الشرطي يعني من مختلف الدرجات يعني برسم السنة المالية سنة 2021 يعني حسب التوزيع المشار إليه. الشروط أو لا الدرجات أو لا الرتب راه كتعرفوها يعني عمداء الشرطة زائد يعني ضباط الشرطة بالإضافة إلى ضباط الأمن وكذلك مفتشي الشرطة وحراس الأمن. الأعداد يعني اللي طالبين في هذه الرتب هذه أو في هذه الدرجات تقريبا في عمداء الشرطة طالبين واحد 120 يعني عميد، وفي ضباط الشرطة طالبين تقريبا واحد 490، ضباط الأمن طالبين واحد 70 ضابط أمن، ومفتشي الشرطة طالبين 2250، وحراس الأمن طالبين تقريبا 5190. كما كتشوفوا يعني مختلف الدرجات ومختلف الرتب، كذلك ندوزو للسن والقامة ديال كل رتبة من هذا الرتب اللي متوفرة يعني في عميد الشرطة يعني شحال خاصو يكون في السن. السن ديالو خاصو يكون 21 سنة على الأقل و 35 سنة يعني على الأكثر. القامة ديالو خاصها تكون مترو و 8 و مترو و 70، يعني القامة ديالو خاصها تكون مترو و 70 بالنسبة للذكور، وبالنسبة للإناث خاصها تكون متوفرة فيهم مترو و 67. الشهادات يعني المخول عليها او الشهادة الدبلوم المطلوب ديالهم خاص تكون شهادة في شهادة الإجازة يعني في الدراسات الأساسية او لا إجازات المهنية المسلمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك يعني خاصها تكون طبقا يعني او ما يعادلها طبقا بمقتضيات التنظيمية الجري العمل بها يعني سواء في القانون او العلوم السياسية او العلوم الاقتصادية وكذلك يعني الصحافة. هذا بما يخص يعني عميد الشرطة. اما فيما يخص ضباط الشرطة راه السن ديالهم كذلك 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر، وهذا الشهادة يعني عند إجراء يعني المباراة خاص تكون عندك باش نهار اللي تدوز الامتحان ديالك ولا المباراة ديالك تكون عندك 21 وما تكونش فايت 35 سنة. القامة ديال ضباط الشرطة خاص تكون متوفرة فيه مترو و 70،
بالنسبه للذكور وبالنسبه للاناث خاص تكون متوفره فيها متر و67 بالنسبه للاناث. يعني الدبلوم او الشواهد اللي خاص تكون محصل عليها، يعني كذلك دبلوم الدراسات الجامعيه العامه او الدراسات الجامعيه المهنيه او ما يعادلها طبقا للمقتضيات التنظيميه. خاص تكون مثلا شهاده تقني يعني عالي مسلمه من احدى الثانويات التاهيليه او المؤسسه التكوين المؤهله للتحضير، يعني شهاده تقني عالي. كذلك يعني الاختبارات الشفويه او التطبيقيه المعامل ديالها 4 والمده ديالها 15 دقيقه، واختبار الرياضه راه كيتحدد في واحد المسافه ديال 1500 متر، المعامل راه واحد. بخصوص ضباط الامن، ضباط الامن كذلك يعني السن ديالهم خاص تكون 21 سنه عند اجراء الاختبار ديال الامتحان، وما يكونش فايت 30 سنه على الاكثر عند تاريخ اجراء المباريات كيف قلت لكم. القامه خاص تكون فيه متوفره فيه مترو و73 بالنسبه للذكور، وبالنسبه للاناث خاصها تكون متوفره فيها كذلك مترو و67. بخصوص يعني الشهادات او الدبلوم خاص تكون يعني دبلوم الدراسات الجامعيه العامه او دبلوم الدراسات الجامعيه المهنيه او ما يعادلهما طبقا للنصوص او المقتضيات التنظيميه الجاري بها العمل. بالنسبه لمفتشي الشرطه كذلك يعني السن ديالهم خاص تكون 21 سنه على الاقل و 30 سنه على الاكثر، يعني عند الامتحان دائما يكون عنده 21 سنه نهار اللي يمشي يدوز الامتحان، يكون يعني دايرها واقف عليها، ماشي تبقى له نهار مثلا عادي يدير 21 سنه ما مقبولش، خاصها تكون عنده 21 سنه نهار اجراء الامتحان. والقامه راه ثاني هي متوفره ثاني فيه خاص تكون مترو 70 بالنسبه للذكور، وبالنسبه للاناث مترو 67. بخصوص يعني الدبلوم ولا هذا راه خاص المترشحون يعني خاصهم يكونوا عندهم ناجحين في الفصلين، يعني عندهم الدوك خاص يكون ناجح في الفصلين الاس ا والاس دو، يكون عنده يعني الدوك على الاقل يعني من الدراسات الجامعيه العامه او الدراسات الجامعيه المهنيه او ما يعادلهما طبقا للمقتضيات التنظيميه الجاريه بها العمل. وبخصوص يعني حراس الامن، حراس الامن راه طالبين 5000 والزياده، السن ديالهم خاص تكون متوفره في 21 سنه على الاقل و 30 سنه على الاكثر يعني عند اجراء الاختبار. والقامه راه خاص تكون عندهم متر و 73 في القامه، وبالنسبه للذكور وبالنسبه للاناث خاص تكون عندها متر و 67. هاد الدبلوم خاص تكون عندهم غير شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بها بمعادلتها يعني طبقا للمقتضيات التنظيمية الجارية بها العمل. يعني الناس ديال حراس الأمن خاصة تكون عندهم غير شهادة البكالوريا أو ما يعادلها يعني وتكون معترف بها، شي شهادة كتساوي الباك. الاختبارات الشفوية راها سهلة، يعني الاسئله ديالها راه كتكون غير في الاسئله في الثقافه العامه، للمده ديالها كتكون في 15 دقيقه، والمعامل راه تيكون 4، واختبار الرياضه جري واحد المسافه ديال 1500، والمعامل او هذا راه تيكون غير واحد، المعامل ديالها واحد. بالنسبه لندوزو للشروط، يعني الشروط راه دائما كتعرفوها، يعني المتوفرين على واحد القوه بصريه يعني يبلغ المجموع ديالها 10 على 15 على الاقل، او فيما يخص مثلا المتوفرين على قوه السمع، خاص ضروري الانسان تكون عنده واحد قوه السمع. بخصوص المؤهلين بدنيا ونفسيا لمزاوله المهام التي ستناطق بهم، يعني خاص يكون هاد المترشحين دائما يكونوا خاليين من هاد الامراض هذه، تكون عندهم بصر، تكون عندهم سمع، تكون عندهم بزاف الحوايج. بخصوص يعني المسطره ديال الترشح خاصهم يدخلوا البوابه الالكترونيه لمباريات التوظيف الخاصه بالمديريه العامه للامن الوطني،
الرابط ديالها راه معروف، خرجوا واحد الاستماره ديال التسجيل، و يعني ذلك خلال فتره ممتده ديال التاريخ ديال الاجراء، يعني قبل اجراء الامتحان، يعني خاصهم ضروري يدخلوا يتسجلوا عن طريق البريد او المصالح الاداريه للولايات، الامن او الامن الاقليمي او الامن الجهوي او المناطق الامنيه او المفوضيات الشرطه يعني القريبه من سكنهم. يعني اذا كنت قريب سير تسجل حدا اي مقر ديال الشرطه حداك، سواء مفوضيه او ولايه او مصالح اقليميه او اما اذا كنت يعني ما كتسمح لكش، راه كاينه البوابه الالكترونيه تسجل منها وتدفع منها. ندوسو ملف الترشيح. ملف الترشيح كذلك يعني خاص تكون واحد الاستماره ديال التسجيل، يعني موقعه يعني من طرف المترشح، خاصو يكون يدير واحد طلب خط الاجتياز المباراه يتضمن الهويه والعنوان ورقم المترشح كذلك، وواحد النسخه من شهاده الدبلوم المحصل عليها او ما يعادلها كيف قلنا، وتكون يعني مصادقه من طرف يعني السلطات العموميه المختصه، او نسخه يعني من بيان النقاط المحصل عليه في الفصلين ريليف نوت، خاصك تكون يعني كشف ديال المفتشي الشرطه، خاصك واحد البيان نقاط عليه، يعني اذا كنت مفتش الشرطه ونسخه مشهود مطابقه الاصل يعني ديال واحد لاكارت ناسيونال تكون ايغاليزي. هذا بما يخص يعني المباريات الشرطه والاعلان عن تاريخ المباراه ان شاء الله. وهنا كننتهي الحلقه، وكنتمنى التوفيق ليكم يا ربي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.